كنت الامس جزاكم الله خيرا في ميزان حسناتك والله. دكتور جمال ربيع, one of the pioneer in the field of ultrasound chest, and I think many can ask what is the value to diagnose pneumothorax or pneumonia or whenever I have chest x-ray, but the problem here in ICU, we have many pitfall in chest x-ray interpretation. We are doing what's called AB film rather than BA, which is technically has many drawbacks. Pneumothorax is very difficult to diagnose even in a patient under ventilation. Pulmonary embolism is still one of the commonest complications in the ICU, which can be overlooked even whenever you treat your patient under ventilation. So if you use a simple, non-invasive, bedside, informative tool as ultrasound, I think it is one of the most important modalities that we should aware by it, really. Thank you, Dr. Jamal Rabia. Thank you very much, Rian. في بس حضراتكم كويز بسيط. الدكتور عاطف القرن, أستاذ الأمراض صدرات البنسيوط, بس يعني حاجة بس كده unexpected for him, وقالوا ظرف طارئ بس, فبيعتذر لحضراتكم. في بس كويس بسيط كده, شركة إيبكو مع هدية, وبعد كده the last will be for دكتورة أميمة. دكتورة أميمة will talk about the obstructive sleep apnea and the metabolic syndromes. تفضلي دكتورة أميمة, بروفيسور اوف جنرال ميديسن منصورة فلسطين. دكتورة أميمة, شكرا محسن. انا اولا بشكر الاسم الصدري على دعوتي اليوم, وانا سعيده فعلا لوجودي معاهم, وكان نفسي ابقى موجوده معاهم في بورسعيد بس اضطريت اعتذر فجيت بدل الدكتور عاطف, ربنا يكرمه. اتكلم النهارده بدل بكره ان شاء الله. بشكر طبعا اللجنه المنظمه, وبشكر الاستاذ الدكتور احمد يونس, الاستاذ الدكتور محسن, وطبعا الاستاذ الدكتور محمد مسوي. وانا سعيده فعلا بالمحاضره الجميله اللي انا حضرتها, قدر ليا حضرتها دلوقتي بتاعت الالترا ساوند ان اي سي يو بيشنتس. ببدا المحاضره بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره, ويضل الله الظالمين, ويرفع الله من يشاء, صدق الله العظيم. نسال الله ان نجد جميعا الثبات في الحياه الدنيا وعند السؤال, وان يحمي بلدنا, واللهم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. My talk today is about metabolic syndrome and obstructive sleep apnea. طبعا عشان انا في وسط الامراض الصدريه ان شاء الله, يعني انا هحاول اقرب للسليب ابنيا من بعيد شويه. يعني الدكتور احمد يونس باذن الله هيتكلم بالتفصيل على الايرلي دايجنوزس اوف سليب ديس اوردر بريزنج. فانا يعني ايه هلعب في الملعب بتاعنا شويه, وبعدين ايه دوب اقرب لكم شويه على السليب ابنيا. اللي هتكلم عليه اوفر فيو اوف ميتابوليك سيندروم. في الاول زمان كان بيسموه سيندروم اكس, وبعدين وانا بدور على اوبستراكتيف سليب ابنيا اند ميتابوليك سيندروم لقيت في ناس برده مسمينهم الاثنين مع بعض سيندروم زد. اوبستراكتيف سليب ابنيا اند ميتابوليك سيندروم. الميتابوليك سيندروم في الهيستوري بتاعه ابتدت القصه بان ناس ابتدوا يلاقوا لينك بين كلاسترنج اوف ريسك فاكتورز زي هايبرتنشن, هايبرجليسيميا, هايبريوريسيميا, وفي ناس ديفلوبد انسولين اساي وكورليتد الانسولين والجلوكوز مع بعض, وكورليتد الفايندنج دي انهم يكتشفوا ازاي هاو تو ميجر ذا انسولين ريزيستنس و تو ديسكرايب ذا انسولين ريزيستنت ستيتس. الشهير في الموضوع ده اشهر ناس في الانسولين ريزيستنس اثنين, يعني ريفن اللي هو سنه 88 ودفرونزو سنه 79. دفرونزو ده اللي هو اكتشف لنا حاجه الجولد ستاندرد لقياس الانسولين ريزيستنس اسمه الاي جلاسيميك كلام تكنيك. طبعا ده بيستخدم فيري سوفيستيكيتد تكنيك, وبيستخدم في سبيشال سنترز, والناس عشان تنشر بيه تعمل لهم 10 حالات 15 حاله بالكثير عشان تنشر بيه, لان صعب جدا, فيري تيديوس تكنيك. انما ريفن بقى اكتشف ايه؟ ريفن لقى انه لما لقى شويه بعض ريسك فاكتورز فور كارديوفاسكولار ديزيز اتلموا مع بعض, لقى كونستليشن اوف ذيس ريسك فاكتورز توجذر, سماهم سندروم اكس. ليه؟
قال انه دول الريسك فاكتورز دول لما تلموا مع بعض بقى العيانين دول ات هاي ريسك تو ديفلوب كارديوفاسكولار ديزيز باكتر من السم اوف ايتش اوف ويتش. يعني لو كل ريسك فاكتور لوحده وجمعناهم مع بعض زي ما بنقول للعيال الطلبه مثلا عندك عيان دايابيتس وعنده هايبرتنشن وسموكر ولقيته الليبيدز عالي يبقى عنده كام ريسك دلوقتي؟ عنده 4 ريسك فاكتورز موديفايبل الى جانب ان هو ميل جندر يبقى ده الخامس ريسك فاكتور نون موديفايبل. انما العيانين دول لما لقى انه الملمومه القصه على بعضها ولقاها مور ريسكي تو ديفلوب كارديوفاسكولار مورتاليتي اند موربيديتي فسماهم سندروم اكس. وبعدين الاسامي كترت بعد كده والناس عجبتها الموضوع ابتدوا يسموه سندروم اكس كارديو ميتابوليك سندروم كارديو ديس ميتابوليك سندروم انسولين ريزيستنس سندروم. هو اعتقد ان الكور اوف ذيس سندروم هو الانسولين ريزيستنس فسماه برضه الانسولين ريزيستنس سندروم. وبعدين يعني اتفق تم الاتفاق على تسميته ميتابوليك سندروم اكتر. في ناس برضه سماته ريفن سندروم على اساس ان ريفن هو اللي اكتشفه او قال عليه. في ناس سموه ديث كوارتلت. الميتابوليك سندروم بقى فيري بوبولار بقينا بننشر بيه كتير بقينا بننشر ريسيرش كتير جدا عنه اساي وبيبرز وكده لدرجه ان في حاجه ويب سايت اسمه ميتابوليك سندروم انستيتيوت بيجيب اخبار الميتابوليك سندروم اول باول وما زال هناك ديبيت اذا كان هو السندروم ده موجود ولا مش موجود. باي ديفينيشن ايه هو الميتابوليك سندروم؟ هو ده كلاسترنج اوف ذا كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز including hypertension, hyperlipidemia, glucose intolerance, obesity and hyperuricemia. ودول في بعض ال other added risk بعض الناس بيضيفوا المايكرو hyperuricemia, microalbuminuria, non-alcoholic fatty liver disease للقصة دي. وطبعا اللي بدأوا هو كان ريفن وسماه سندروم اكس الاول. دي باختصار شديد دي الكومبوننتس بتاعت الميتابوليك سندروم abdominal obesity, hyperinsulinemia معاه او insulin resistance, high fasting blood glucose, impaired glucose tolerance, triglycerides high, low HDL, and hypertension. طيب ايه pathogenesis of this metabolic syndrome؟ الحقيقه قالوا ان ممكن ان الاوبستي والقصه اللي معاها والديسوردرز اللي معاها disorders with adipose tissue والانسولين ريزيستنس وبعض الجينيتك فاكتورز وفي حاجات اكوايرد كتيره اللي هي اصلا بتزود لنا كارديوفاسكولار ريسك عاده في كل البوبوليشن زي لو فيزيكال لاك فيزيكال اكتيفيتي لو كارديو ريسبيراتوري فيتنس اثوجينيك دايت سموكينج وكل الحاجات اللي هي ايرلي منوبوز وهكذا. ابتدت الدنيا اليومين دول تهتم بالحاجتين بالتو فاكتورز دايابيتس اند اوبيستي والاثنين اكسباندنج وريتشنج ايبيديميك ليفلز ولدرجه ان في ناس قالوا ان احنا في الايرا اوف دايابيزيتي دايابيتس اند اوبيستي توجذر. فالمهم الانسولين ريزيستنس برضو اسوشيتد برضو من ضمن الباثوجينيسيس اسوشيتد معاها تايب 2 دايابيتس والهايبرتنشن كمان او امبيرد جلوكوز ترانس وسنترال اديبوستي او سنترال اوبيستي بوليسيستيك اوفري سندروم ده بيعتبر انسولين ريزيستنت ستيت وسمتايمز لينكد ميتابوليك سندروم الديستيبيديميا اثيروسكلروزيس وفي برضه الايكانثوسيس نيكريكانس ده من الحاجات الشور او الفايندنج اللي مع الانسولين ريزيستنس. طيب ايه اللينكد ميتابوليك ابنورمالتيز بتؤدي لايه؟ بيبقى فيه امبورد جلوكوز هاندلنج وانسولين ريزيستنت اثيروجينيك ديسليبيديميا اندوثيليا ديسفانكشن بروثرومبوتيك ستيت هيمودايناميك changes pro-inflammatory state, excess ovarian steroid reduction, sleep disorder, the breathing. بيؤدي ده لايه؟ لتايب 2 diabetes, essential hypertension, polycystic ovary syndrome, sleep apnea, cardiovascular disease, cancer, حتى في correlation بين الاوبيستي والميتابوليك سندروم والكانسر. في epidemiological, at epidemiological level, وdefinite relation دلوقتي correlation بين الاثنين وبين بعض. بعد كده What's happening؟ قافل ايه البتاعة دي؟ على دي على الاكس دي. متقفلش ايوه اوكي. What's cardiometabolic risk؟ هي دي الفكرة بقى. يعني احنا عارفين ان في ريسك فاكتورز كارديوفاسكولار ديزيز بنعلمها للطلبة في موديفايبل ونون موديفايبل. نون موديفايبل الميل جندر والايج والجينيتكس. والموديفايبل الليبيد ابنورماليتي والهايبرتنشن والدايابيتس والكلام. طيب لو في ريسك سكور بيحسب كل واحد من دول لوحده يدي فيه ريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز او كارديوفاسكولار انكم اوت.
انما اللي حاصل في الميتابوليك سيندروم في حاجه اسمها ريسك كونتينيوم، يعني مع بعض كلهم يؤدوا الى كونتينيود ريسك على طول وهكذا، يتلموا على بعض يعملوا كونست يلف يعملوا مور ريسكي عدان ايذر وان. لو جينا عدينا البعض عدناهم مع بعض الميتابوليك سيندروم وجدوا ان هو في اكسس مورتاليتي طبعا وداوت ميتابوليك سيندروم الاصفر ده وميتابوليك سيندروم الاحمر اول كوز مورتاليتي وكارديوفاسكولار مورتاليتي از هاير. طبعا دي الافكتس في اوبستي عامه وسبيشالي كارديوفاسكولار فيها هايبرتنشن، يعني الحكايه كلها متداخله، الاوبستي تؤدي الى هايبرتنشن والهايبر وتؤدي برده الى بوستراف سليب ابنيا وهايبوفنتيليشن سيندروم وتؤدي برده في الاندوكراين ميتابوليك سيندروم ديسليبيديميا ودايابيتس وهكذا. الحكايه ما نقدرش نقول مين بيؤدي للتاني ومين، مع هي القصه مع بعضها لينكد توجذر از ا سيندروم. ايه الديفينيشنز اوف ميتابوليك سيندروم؟ يعني ايه ديفينيشنز؟ يعني العيان ده هنقول عليه عنده ميتابوليك سيندروم ولا ما عندوش؟ احنا هنقعد نقول بقى الحاجات دي موجوده ولا مش موجوده. الكومبوننتس الرئيسيه هايبرتنشن ديسليبيديميا سنترال اوبيستي اند جلوكوز انتولرانس. الكومبوننتس دي هنحولها لقياسات ازاي؟ ابتدوا الاول ال WHO كرايتيريا وبعدين هي كانت تيديس شويه، حتى ماكرونوريا حتى دايابيتس حتى انسولين ريزيستنس ما اعرفش ايه، ابتدى بقى يبقوا الناشونال كوليسترول ايديوكيشن بروجرام اللي هو ATP ادلت تريتمنت بانل 3 سنه 2001 وهم اول كرايتيريا اتحطت لنا، ودي فضلنا ماشيين معاها عليها سنين، يعني كنا فضلنا ماشيين سنين على هذه الكرايتيريا. الكرايتيريا قالت لنا الخمسه دول ننقي منهم ثلاثه يبقى عنده ميتابوليك سندروم. الخمسه دول ويست سيركمفرنس في الميل من 102 سنتي والفيميل 88، الترايجلسرايد اكتر من 150، الاتش دي ال اقل من 40 في المان واقل من 50 في الفيميل، السيستوليك بلاد بريشر او بلاد بريشر يعني اكتر من 130 على 85 او يكون بياخد علاج ضغط، الامبيرد فاستنج جلوكوز اكتر من 110 او يكون بياخد علاج سكر، يعني يكون دايابيتك متشخص قبل كده. ننقي ثلاثه من دول ويبقى ده عنده ميتابوليك سيندروم. فضلنا حتى فضلنا سنين ونعمل حتى ريسيرش على هذا الموضوع لغايه ما سنه 2005 انترناشونال دايابيتس فيدريشن قالت احنا عمالين نتكلم عن ميتابوليك سيندروم بنقول ان السنترال اديبوستي دي مهمه جدا، المفروض تكون هي دي الفاكتور الرئيسي، والفيسرال فات ده لينكد للانسولين ريزيستنس ولينكد للموضوع ده. يبقى نعمل ايه؟ يبقى احنا نحطه لوحده از فات، لازم يبقى موجود السنترال اوبيستي او سيركمفرنس يبقى موجود الاول. بس ايه؟ يعني مش معقول اليابانيين زينا زي الاوروبيين زي كده، يبقى لازم اثنيك سبيسيفيك، وبالتالي ادوا له ارقام. الاوروبيين مثلا ميل 40 و94 في الميل والفيميل 80، في الجنوب شرق اسيا مثلا 90 و80 مش 94. الريست ترايجلسرايد برده نفس الحكايه نفس الليفلز، ترايجلسرايد والاتش دي ال والبلاد بريشر فاستنج بلاد جلوكوز او بريفيسلي دايابيتك، بس البلاد جلوكوز قللوه شويه بدل 110 فاستنج خلوه 100 ملي جرام. يبقى بقت الكرايتيريا عباره عن الويست كونفرنس زائد 2 اوف ذا فولو. خلاص بعد كده ابتدى الناس تلم بعضها، دول الاي دي اف دول من اوروبا والاي تي بي 3 دول من امريكا، فلموا نفسهم كلهم مع بعض الانترناشونال ستيتمنت سنه 2009 وقالوا ان احنا اجريد على الكلام ده، بس هنقول الديفينيشن الويست كونفرنس بوبيوليشن اند كونتري سبيسيفيك ديفينيشن، والحاجات الثانيه اجريد عليها لغايه ال 100 ملي جرام بالديسي لتر في الفاسي جلوكوز. احنا عندنا بقى في الميدل ايست بقى ان شاء الله يعني لسه ما عملناش في الديفينيشن بتاعنا، فاحنا قالوا احنا هنستخدم اليوروبيان كات اوف فاليوز بتاعه الويست كونفرنس، بس اي داوت ذات احنا ان شاء الله لو عملنا نيشن وايد ستادي هنلاقي اكبر بكتير من يوروب وايد ان شاء الله، يعني وي هاف وهوب اننا نقدر. ليه بقى احنا بنهتم بالويست كونفرنس ده؟ لان مش كل الفات از امبورتنت، الفيسرال فات اللي هو دريند اللي هو ده عنده هاير ليفل اوف لايبوليسيس بيزود الفري فاتي اسيدز في السيركيليشن بتروح الليفر بتعمل الابدومالتيز كتير اكتر، هو ده المور انسول ريزيستنس ستيت اللي هو الفيسرال فات، انما مش السب كوتينيوس فات، وعشان كده الويست كونفرنس ده از امبورتنت. بتؤدي الى جلوكوز انتولرانس وهايبر انسولينيميا ديسليبيديميا.
العيان ده اللي بنشوف الفيلمين الانكريزد ويست كونفرنس يبقى دي الابل شيبد اوبيستي اللي تهمنا اللي كان زمان بيسموها الاندرويد ما عادش الترم ده بيستخدم اندرويد اوبيستي وال اللي هي بير شيبد اوبيستي زي الكومتريا اللي هو جاينيكويد اوبيستي اللي هو الويست كونفرنس بيبقى اكتر من 35 عاملينها من ومن جاست to remind us ان دي 35 انش ودي 40 انش يعني 88 و 102 وكده. طيب how to measure the waist circumference دي برضو طلعوا اختلفوا فيها للاسف يعني. انما كان اتفاق ان هو على الهايست ليفل اوف ذا ايليا كريست ناخد هوريزونتال لاين ويبقى موازي للجراوند. المفروض ان احنا لو بصينا للصوره الفوقانيه دي هنلاقي ان كونسايد مع الفيسرا الفات اللي جوه. وتلاحظوا ان هنا ده مش صح يعني حتى الرسمه اللي تحتيها عشان تبين لنا ان احنا لو مشينا على الحسام اللي هو لابسه ده مش الويست كونفرنس ده بالعكس ده اندر استيميشن اوف ذا ويست كونفرنس. انما الاوروبيين ونشروها كتير وفي حتى في بعض بيبرز نشروا ان هم بياخدوا ميد واي بين الاليا كريست اند لاست ريب وبيعملوا بياخد ميد واي وبياخد برده ترانسفيرس لاين وكده. في بيبر يابانيه راحت مسكت كل الحاجات دي قارنت بينها وبين بعضها وبين الريسك وقالت ان مفيش ديفرنس ماركت يعني بين الاثنين. طيب هاو تو مانج ذا ميتابوليك سندروم هي المفروض ان رغم ان هم قالوا ان هو ده سندروم انها مش قادرين نقول ان احنا نعالجه بحاجه سبيسيفيكلي يعني هو سندروم اوبيستي جلوكوز انتولرانس انسولينس ليفل ديس اوردرز هايبرتنشن. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ احنا عايزين ايه الجول اوف اور مانجمنت؟ احنا عايزين نقلل الريسك في كارديوفاسكولار ديزيز اند دايابيتس ماشي يا طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا الريسك اهو بلاد بريشر وهكذا. قالوا ايه ان احنا الاول اجريسيف ثيرابي ده مهم عشان نمنع يبقى نمره واحد لايف ستايل موديفيكيشن وفارماكو ثيرابي لكل ايتم من دول. يبقى احنا كاننا هنمسك كل ايتم من الموجود ونعالجه مش حاجه سبيسيفيكلي. الحاجه الوحيده اللي سبيسيفيك انك ممكن تبقى الانسولينسيتايزرز ان نحسن الانسولينسيستنس ولو ان لم يتم هذا. لايف ستايل موديفيكيشن ثبت ان لها تاثير ولها تاثير كويس جدا والدراسه اثبتت ان ده حسن ميتابوليك سيندروم بارامترز الدايت والاكسرسايز والويت لوس والسموكينج سيستيشن. ودي الميديتيريان دايت دي اللي الشهيره اللي بيبقى فيها اوليف اويل وبيبقى فيها نون ديري وفيها هول ويت جرينز و فيجيتابلز اند فروتس واقل حاجه الميت والحاجات ديت واقل حاجه في البيراميد الميت الحقيقه يعني الدايت دي تمشي مع المصريين حلو جدا. بيقولوا انها برضو اتحسنت الريسك اوف دي ميتابوليك سيندروم. الهيلث بنفيت اوف ويت لوس دي اللي بين قوسين ده الليفل اوف ايفيدنس في هاي ليفل اوف ايفيدنس ان امبروف ذا ليفل بروفايل بتحسن ديجنريتيف جون ديزيز في يعني مودريت ليفل اوف ايفيدنس بيحسن الاول كوز مورتاليتي وكانسر ودايابيتس مورتاليتي بيقلل بلاد بريشر بيحسن جلاجاسيم كنترول وبرده بالنسبه لنا عشان احنا هنا في الشيست امبروف ذا لانج فانكشن ان بيشنس اند ايزي ان بيشنس لوز اسم. طيب الدايابيتيك كنترول امبورتنت طبعا فيري امبورتنت دايابيتيك كنترول ومش محتاج حتى كلام ان احنا ده هيحسن هنعمل ده لما بنحسن دايابيتيك كنترول هنحسن الريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز وبالتالي بنقلل الفكره دي. نفس الحكايه هنعمل ايه؟ طيب هنعالج الانسولين ريزيستنس. الحقيقه عندنا نوعين من الحاجات اللي ممكن تعالج لنا الانسولين ريزيستنس الميتفورمين والميتفورمين ده يعني يمكن كان زمان الدواء ده سنين طويله بقينا نستخدمه الامريكان مبطلينه وعمالين يقولوا لنا شفتوا ده احنا لسه بنستخدمه الامريكان مبطلين الكلام ده وسبحان الله لغايه ما ظهرت اليو كي بي دي اس ستادي وستادي كبيره جدا جدا اثبتت الميتفورمين ده اذا ماجيك تول ورجع تاني وخد احترامه ومن الحاجات اللي فيري ايرلي يوز ان تايب 2 دايابيتس ايفن ان امبيرد جلوكوز تولرانس ايفن ان in obese patients with upper body obesity metformin من الحاجات الكويسه جدا في الحاجات دي. ان الجلوتازونز عليها كلام كتير صحيح بتحسن الانسولين ريزيستنس انما ليها سايد افكتس كتير ولسه مش يعني ما حدش قال انها ريكومندد او في ذيس بلاد بريشر كنترول. هل اي كنترول ولا ادويه معينه؟ طبعا في ادويه معينه احسن من ادويه يمكن الاس انهبيتورز بتفضل اكتر في القصه دي. الليبيد كنترول عندنا المشكله ترايجلسرايد بس برضو قالوا ان احنا مش
برغم ان احنا في الميتابوليك سيندروم تراجل سايد المشكله، انما احنا وي هاف تو بي تو بي يعني تاخد نحط ما بالنا من ان الجول بتاعنا برضو يبقى الال دي ال، يبقى ده هو مهم في الريسك. الميديكيشنز للهايبرتنشن والسليبيديميا والبليتليت انهيبيتورز، ودي كريتيكال لوك ات ذا ميتابوليك سيندروم، في خناقه لسه ما زالت مستمره، هل يا ترى الميتابوليك سيندروم فعلا اكزيست ولا لا؟ طب ايه الحل؟ الحل يا جماعه ان احنا حتى لو مش مكمل الكرايتيريا الميتابوليك سيندروم، وي هاف تو تريت وات وي هاف، اللي موجود قدامنا مفروض نعالجه. طيب ايه بقى قصه الاوبستكتيف امنيا اللي ليها علاقه بالميتابوليك سيندروم؟ الحقيقه لما دورت لقيت فعلا في ديفينيت ريليشن بين الاوبستكتيف سليب امنيا والميتابوليك سيندروم، وابيديميولوجيكالي الكوريليشن اللي موجوده فيها. تاني حاجه في انسولين ريزيستنس ودايابيتس، في هايبوثالاميا. فلو الاوبستكتيف سليب امنيا دي عباره عن ابسنت اور ديكريزد اير فلو ان ابر اير واي دورينج سليب، يؤدي الى هايبوكسيميا، انترميتنت هايبوكسيميا، سليب فراجمنتيشن، نومه متقطع، وانكريزد كارديوفاسكولار ريسك اسوسييتد مع الاو اس اي. العيانين دول بيبقى عندهم برضه ميتابوليك ديسريجوليشن، بيحصل انسولين ديسفانكشن، سيستميك انفلاميشن، اوكسيديف ستريس، اند هايبر كوجولابل ستيت. ليه بقى؟ اولا الاول ان الكومباينيشن بين الاوبستكتيف سليب ابنيا والميتابوليك سندروم، في الناس دول ويلكوكس دول سموه ايتال دول سماها سندروم زد، قال انها سندروم سبيشال سندروم، لان في ريليشن بينهم وبين بعض، والريليشن من اللي بيؤدي للتاني، ممكن الاوبستكتيف سليب ابنيا تؤدي للميتابوليك سندروم، ممكن الاوبستي از بارت اوف ذا ميتابوليك سندروم تؤدي الى اوبستكتيف سليب ابنيا. طيب والدوم ميتابوليك سندروم والاثنين مع بعض ممكن يبقوا كونسيدنت، انما فعلا ديفينيت اوفرلاب وديفينيت كوز افكت ريليشن شيب موجود. طيب البرايمري كوز دوت انسبيراتوري كولابس اوف دي برايمري كوز اوف اوبستكتيف سليب ابنيا، ان بيحصل انسبيراتوري كولابس في اير واي، ده اوف دي فرنجال اير واي، ده اللي ما عندوش ريجيد سبورت وبالتالي بيحصل الكولابس دوت. ده بيحصل يمكن في الناس اناتوميكالي مع الاوبيز اكتر، مع برضو اذر بيشنتس، انما وحتى لاحظوا انه بيتحسن مع الويت لوس. اثناء السليب بيبقى الكولابس ده بيحصل، بيؤدي الى كومباينيشن لهايبوكميز وريدكشن اير فلو، ويقلل اوكسجين ساتوريشن، وسمتايمز كومبليت سيستيشن اوف اير فلو. النمبر اوف امنيا ده طبعا الاستاذ دكتور احمد هيتكلم بالديتيل في القصه، ان هيسموا حاجه اسمها امنيا هايبوبيا اندكس، ده بيستخدموه كايرن ديسك للسيفيريتي وبيشخصوه بيه. انما الامنيا هايبوبيا دي بتؤدي الى هايبوكسيا هايبركابنيا، بتزود بتعمل ستيميليشن فنتلاتوري درايف، يؤدي الى اراوزل من السليب، كل شويه يصحى وكده، يفضل طول النهار نايم ومدروخ ومصدع، وطول الليل والليل كل شويه سنورنج وكل شويه يصحى من النوم. بيحصل للعينين دول انكريز سمباثيك اكتيفيتي، وتؤدي الى بريفرال فازوكونستريكشن، وتؤدي الى انكريز ان ذا بلاد بريشر. الى جانب ايه تاني؟ يعني الهايبرتنشن سكندري للقصه دي. الى جانب بقى اسوسييتد معاها انسولين ريزيستنس، لانهم لاحظوا للعيانين دول دي ستادي ثانيه لقت ان في هاير فاستنج بلاد جلوكوز اند هاير بلازما انسولين اندبندنت اوف اوبيستي، يعني هي لوحدها الاوبستكتيف سليب ابنيا معاها انسولين ريزيستنس. الحاجه الثانيه ان القصه بتاعت الريبيتيتيف هايبوكسيا دي بتؤدي الى انكريزد اوكسيديف ستريس، رياكتيف اوكسجين سبيشيز ديت بتؤدي الى اكتيفيشن انفلاماتوري ريسبونس. الانفلاماتوري ريسبونس اكتيفيشن ده برضو يؤدي، ده يمكن هي نفسها مع الميتابوليك سيندروم، وهي لوحدها الانفلاماتوري تريجرز تزود لنا الانفلاماتوري سايتوكاينز زي TNF الفا وانترلوكين 6 وانترلوكين 8. دول بيؤدوا الماكرو، الحاجات دي كلها تؤدي الى مور انسولين ريزيستنس، يعني TNF الفا من الحاجات المشهوره انها بتؤدي الى مور انسولين ريزيستنس واذر ميتابوليك ابنورمالز. برضه الاديبو سايتوكاينز وجدوا فيها تشينجز في العيانين بتوع الاوبستكتيف سليب ابنيا اسوسييتد ميتابوليك سندروم، والميتابوليك سندروم اعتبروه ان عنده ليبتين ريزيستنت ستيت. احنا بنعتبر ان الليبتين ده المفروض ساتايتي هرمون يخلي الواحد يشبع، بس العيانين الاوبيس بيبقى عندهم ليبتين ريزيستنس، ممكن نلاقي الليبتين عالي بس ما هوش شغال.
في حاجة تانية اسمها جريلين. جريلين ده عبارة عن هرمون عن another adipokine. ده بيطلع من الاستومك وبيخلي الواحد يبقى عايز ياكل، بيزود الابيتايت. العيني جريلين ليفلز ده ما هو لقوه عالي في عيانين اللي مصابين بسليب ابنيا وبيتحسن بعد السباق. الادبونكتين ده another adipocyte derived molecule، وده بتاع بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي ولو انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، بيلاقوه قليل في العيانين دول. لو ان في الادبونكتين بيقل مع زياده السيفيريتي اوف اوبستراكتيف سليب ابنيا. أكيوت سليب ديبريفيشن في حد ذاته بقى، يعني غير القصة بتاعت ان هي السندروم نفسه بتابليك سندروم بسرعة، ان العيان انترابتد سليب وما بينامش يؤدي الى ريديوس سيرام ليفلز اوف ليبتين، انكريز ذا ليفلز اوف جريلين وبيزود الابيتايت. الحاجة التانية دايركت ايفيدنس ان سليب ديبريفيشن ده بيالتر الجلوكوز هوميوستيزيس وبيؤدي الى هاي جلوكوز ليفل وانسولين ريزيستنس وريسك اوف دايابيتس. Sleep deprivation نفسه is an insulin is a seems to be a pro-inflammatory state. واحنا بنعتبر ان sleep deprivation من الحاجات اللي بتزود الاوبستي في حد ذاته، يعني interrupted sleep at night او ان الواحد بيصحى بالليل ويقعد ياكل بالليل ونعمل النهاردة لوحده بيزود الاوبستي. المانجمنت دي حاجه، دي كلوز ثانيه من المانجمنت، انه لقوا ان دي 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 ستادي جديده لقت ان في الاوبستراكتيف سليب ابنيا السباب او كونتينوس بوزيتيف اير وير بريشر كان انديوس فيفربل تشينجز ان ذا كومبوننتس اوف ميتابوليك سندروم. ودي كلو كمان اكتر الكومباين الاسوسيشن بين ميتابوليك سندروم اند اوبستراكتيف سليب ابنيا. الحاجه الثانيه ان اللايف ستايل موديفيكيشنز والبارياتريك سيرجري الاثنين وجدوهم انهم بيحسنوا الابنيا هايبوبنيا اندكس. ودي يعني ما يعني استادي قديمه يعني حتى من سنه 2000 وجدت ان الابنيا هايبوبنيا اندكس مع بتقل بتتحسن مع جاست مودريت ويت لوس مع اللايف ستايل موديفيكيشن. ان كونكلوجن بقى عشان ما نطولش عليكم، ان في emerging evidence that mixed data suggests that metabolic syndrome may not be just a comorbidity of OSA but it's a mechanically mechanistically linked through a number of possible pathways. الاوبستراكتيف سليب ابنيا associated with alteration in the hypothalamic pituitary adrenal axis، ان برضه الانتربتد سليب ده ممكن يزود الكورتيزون وده برضه يعمل more deleterious effect. الهايبوكس اسوشيتد اوبستراكتيف سليب ابنيا هتعمل لنا اوبستراكتيف ستريس ويتش بروموت ديفلوبمنت ميتابوليك سندروم. المالتيبل انفلاماتوري ماركرز بتزيد مع الميتابوليك سندروم اللي اوبستراكتيف سليب ابنيا زي السي ار بي والتي ان اف الفا وانترلوكين 6 وماي بلاي ا رول ان ديفلوبمنت اوف ميتابوليك سندروم. الادبكاينز زي الليبتين والجريلين والادبونكتين ديس ريجوليتد ان بيشنتس وذ او اس اي and promote energy positive energy balance و obesity metabolic syndrome و sleep deprivation لحد ذاته from obstructive sleep apnea may be implicated during its effect on both metabolic regulation and systemic inflammation. And thank you. Thank you very much, Professor Omayma Saleh, for this highly informative presentation. And just to announcement, quiz for Ibuku and